السلام ناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ توحشكم كاملين بزاف بزاف بزاف. اليوم جيتكم فيديو جديد بواحد الاكله اللي زوينه بزاف واقتصاديه، ويعني جالسه في الدار حرتي ما عندكش تقضيه، باقي ما تقديتيش وبغيتي طيبي شي حاجه للعشاء وما لقيتيش، وعندك الدجاج في الدار وعندك البطاطا، البطاطس عارفك ما تعلقوا عليا بطاطس. تقدروا تصايبوا طبق اللي لذيذ بزاف، وتقدروا حتى اللي كان جاي عندكم شي واحد انكم ديروه، ما غاديش يحشم بكم على حسابي انا، غير جربوه. انا الطبق وراتو لي اختي، هي اللي كانت ديما كتصايبو في رمضان، قالت لي راه لذيذ بزاف غزلان، غير جربيه غيعجبك. قلت علاش لا، ملي جربته عجبني قلت ان شاء الله المره الجايه نشاركو مع الحباب ديالي، نستافدو مع بعضياتنا، علاش لا. المهم نخليكم مع الفيديو. كنحتاجو الصدر ديال الدجاج، ولا الا كان عندكم البنات الفخاد، ولا الا كان عندكم الصدر، كانت عندكم نص دجاجة يعني كيبقى لكم الاختيار اللي تواجد عندكم ديال الدجاج ديرو. المهم انا دابا غندير الصدر ديال الدجاج، هو اللي تواجد عندي. غنحتاجو ليه في الترقيده ديالو غنديرو الثوم، غنديرو قزبر ومدنوس، غنديرو شويه ديال البزار، بنات راه المقادير على حسب الكميه اللي غديرو نتوما، يعني عينكم ميزانكم. انا درت الخرقوم عود، كنديرو سكنجبير، راكم عارفين السكنجبير كيتواتى مع الدجاج. غنديرو هنايا هاد المنسمات ديال الاعشاب بروفانس، انا وصلوني من المغرب صيفطوهم ليا الدار. ندير هنا العصير ديال الحامض، نديرو الملح، غنديرو الزعفران شعرة، أنا درتو في الماء، وكنديرو فيه السمن، لأن عندكم السمن البنات عرفتي راه كيجي بيه يا سلام، ما كديري لا زيت لا حتى شي حاجه، كيطيب في هاد السمن كيجي واعر. صافي البنات غنحركو دابا هاد المقادير. دابا البنات غنحيد هاد السمن اللي لاصق ليا هنا، غنهزو الدجاج غنرقدو، غندهنو بهاد السمينة، المهم نخليوه بحال هكا واحد شوية تيتشرب هاد المقادير، ومن بعد نرجع معاكم باش نشوفو الطريقة. بعد ما استفنا الدجاج ديالنا في المول، غنهزو البطاطا، قطعت انا على هاد الشكل، تقدرو نتوما تقطعو على اي شكل، غنكبها في داك الخليط اللي عندي باش تشرب. صافي غنجي غنفرشها هنايا في الجناب،
مع كتجي بالسمن كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، غتنال الاعجاب ديالكم. صافي غنشدو هذا غنكبو فوق منه. غنشلل هذا بشويه ديال الماء نزت عليه شويه ديال الماء غنكبو باش يطيب ليا فيه. اصلا راكم عارفين الدجاج راه كيطلق الماء. دابا غنجيبو صافي الومنيوم. نسيت البنات الزيتون اللي بغات تزين بالزيتون تزين به. صدعتكم تقرقيب. نتهنى من دابا نعرف راسي صافي غلوحة باش نديرو في البال. حيت الا مشيت نتقدا دابا غنسارة نقول لها راه كاينة تما وتما. المهم غنهزو الشروفات صافي هادي منو غنسدو عليها الشكل. غنديرو على درجة حرارة 180 غنخليه واحد ساعة لارو تقريبا 45 دقيقة. في هاد الأثناء البنات جبت باش نصايب باش غندهن الدجاج ديالي كنحتاج الهريسة. كل واحد يدير المقدار اللي كيعجبو. أنا كناكل الحار. كنحتاجو الموطارد كيجي زوين بزاف. جربوا هاد الاكله البنات غتعجبكم والله انا متاكده ما فيهاش الخدمه. وكنحتاجوا الكنور. انا عندي كناخذ هاد الكنور ديال الفيردوره ديال الخضره زوين. صافي كنخلط هاد الخليط صافي. غير كنحس بالدجاج ديالي راه طاب والبطاطا كنحل الفران كنجبدهم كندهن الدجاج ديالي من الفوق وكندهن هذوك البطاطا اللي بغا يدهنها يدهنها. انا كندهنها معايا وغنرجعها للفران غنحيد لها بابي الومنيوم وغنخليها توقع ليا شويه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال اليوم. كيجي على هذا الشكل كيجي لذيذ بزاف البنات. كنتمنى انكم تجربوه واللي جرباته تكتب لي في الكومونتير. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ديروا جيم ديروا كومونتير. واللي باقي ما ضغطش على زر الاشتراك يضغط على زر الاشتراك. وان شاء الله الفيديو جديد كنموت عليكم.